انا وزملائي ووزارة العمل، الوزارة انا بعتبر وجود السيد وزير الطيران والسيد وزير الشباب والمبادرة اللي انتوا عملتوها تصب في الاخر في مصلحة الجزء الذي اشرف بتوليه مؤقتا. الان انتم تساعدون العمال الذين يعملون في صناعة السياحة على فتح باب رزق ليهم يغلقه اعداء هذا الوطن. انتم ايضا تساعدون اصحاب العمل في السياحة على أن تستمر أنشطتهم السياحية. أنتم أيضا تساعدون الوطن لأن عائدات السياحة بتخش لخزينة هذا الوطن. أشكركم لأنكم الجهد اللي بتعملوه، وبعد إذنكم أنا ببلغكم اعتذار السيد وزير السياحة عن الحضور بسبب العزاء، ولكنه معكم، وأعتقد مبادرته مع مبادرة السيد وزير الطيران ومبادرة السيد وزير الشباب جميعها تصب في إطار واحد. نحن شعب واحد، وهذه الحكومة بالذات جاءت نتاج تحرك هذا الشعب وثورة هذا الشعب. لا ولاء لأحد فينا، على الرغم قد نكون في أحزاب، لكن ولاءنا الأول والأخير لهذا الشعب العظيم اللي جابنا، وكل مشاكله اللي بيعاني منها هتلاقينا واقفين معاه عشان نحلها. عايز أقول لكم أحد أسباب تأخر صدور الحد الأدنى والأقصى للأجور اللي بكرة إن شاء الله يصدر، وزملائي الأعزاء معانا في هذا الكلام وأصلاً بيأيدوه. أنت بتحاول تحد أصوات يعني. أحد مشاكل المسألة أن رجال السياحة وأصحاب العمل في مجال السياحة في حالة تراجع، وإحنا أما بنقول نزود الحد الأدنى للأجور في ظل تراجع النشاط السياحي، احنا بنطلب منهم، هما بيقدموا بالمناسبة بعتبرهم بيقدموا لوطنهم ولبلدهم اعلى من مستوى النشاط بتاعهم، لان في الوقت ده في توقف. بس تأكدوا في حالة الشعب المصري لما يتوفر في ايديه فلوس هيعوض غياب سياح اجانب وهيشجع سياح اخرين هيجوا، وهيبقى عنده هتزداد القوة الشرائية عنده عشان يقدر بعد ما كان بيدور عشان يكمل يومه، وإذا كمل يوم مش هيعرف يكمل شهر، لا هيكمل ويقدر يسافر في المبادرات اللي انتوا عرضتوها، سواء بتحمل نفقات الانتقال عندكم أو بالخفض التخفيض الكبير اللي معالي وزير الطيران عمله. أنا بعتقد نحن مدعوون جميعا للمشاركة في بناء الوطن. أشكر الحزب المصري الاجتماعي على هذه المبادرة، وبدعو جميع الأحزاب والنقابات للمشاركة. احنا لسه النهاردة مغيرين وجهة مؤتمر كان معمول للعمل تعقده منظمة العمل الدولية يشارك فيه شركاء من كل العالم، غيرنا الوجهة من مراكش من المغرب الشقيق، وشكرا لإخواننا في المغرب الذين قبلوا، لكي يكون في القاهرة. ودايما نحرص نطالب أن تكون المؤتمرات وبالذات الدولية أن تكون في القاهرة، وده نداء. عايز أقول لكم أن السوق العربي في مجال السياحة مفتوح، والأشقاء من السفراء العرب دايما كانوا يتكلموني عن ضرورة تسهيل إجراءات دخول وخروج السياحة العربية، واحنا أولى بأمتنا، ودي أعلى مرحلة من مراحل التضامن العربي، تشبه بالضبط ما حدث في 73 سيادة الفريق دي، وهم مستعدين، بس في شوية إجراءات بعض المعوقات بالنسبة لبعض المحطات زي ما بيسموهم الإعلاميين أو الأقطار.